خلينا كده نتفق على حاجة معينة، وهي ان في نوعيات من الناس ما بتظهرش غير عشان تنتقد. بمعنى ايه؟ هتفضل ماشي صح وانت عايز تمشي كده، يعني انت مش بتعمل كده عشان تلاقي مثلا رد فعل ايجابي او كده، لكن انت ماشي كده عشان ده مبدأك او عشان ده الحاجة اللي انت مقتنع بيها، تمام؟ ما بتلاقيش تشجيع من بعض الناس، يعني مش كل الناس، ما بتلاقيش دعم، ما بتلاقيش اصوات بتدعمك وتقول لك اه انت اللي انت بتعمله ده كويس كمل وكده. مجرد ان انت فكرت، اما مثلا لحظه سهو منك، عدم فهم لاي سبب كان، او حبا في تجربه شيء جديد مثلا. يعني الانسان بيتغير، الانسان عقليته او تفكيره مش هيمشي على نمط واحد مهما كان الانسان ده مستقيم. خلينا متفقين على حاجه زي كده عشان نكون صراحه مع بعض. الفكره بقى ان انت لما بتعمل اي حاجه بره الخط اللي انت ماشي عليه مثلا بقالك فتره، تلاقي بقى ايه؟ تلاقي الناس بقى بدات تظهر، يعني كل الناس المستخبيه، كل الناس اللي مش ظاهره اصلا، مش موجوده اصلا، اللي هم ما كانوش بيدعموك في الصح اللي انت بتعمله بقالك سنين، هتلاقيهم بقى ظهروا دلوقتي. يعني عارفين الفكره دي، اللي هو داخلين بقى ينتقدوا الحاجه دي، مش صح الحاجه دي فيها وفيها وفيها. طب معلش بس سؤال صغير، هو حضرتك كنت فين او حضرتك كنت فين لما انا كنت ماشي على حاجه صح طول الوقت؟ كان فين دعمك؟ لو كلمت مثلا عن نفسي كمثال، انا شفته، يعني الموضوع مش شخصنا للموضوع، لكن كمثال بس للتوضيح. يعني انا بفضل مثلا اعمل نوعيات معينه من الفيديوهات والحلقات وكل الكلام ده، النوعيات اللي ليها علاقه جدا بمحتوى القناه، اللي هو الكتب والروايات والموضوعات التوعويه اللي ليها علاقه مثلا بتطوير الذات وكل الكلام ده. وجيت مثلا غيرت المحتوى، مش تغيير جذري، حلقه هدفها ان هي توصل رساله معينه، لكن الطريقه مختلفه، طريقه التقديم نفسها مختلفه. تلاقي شخص مثلا او بعض الاشخاص يجي يقول لك ايه، لا بس المحتوى ده مش هادف. طب وانا هستفاد ايه بقى حضرتك من المحتوى ده؟ اللي هو يعني واقفه كده مع النفس، تامل كده، طب معلش هو حضرتك كنت فين وانا بقالي سنين عماله اقدم المحتوى اللي انت حضرتك شايفه هادف؟ لو اتكلمنا مثلا عن الحجاب، هنلاقي بنت مثلا ممكن تكون محجبه لكن حجابها مش الحجاب التام او مش على المستوى المطلوب، هتلاقي انتقادات جايه لها طول الوقت، لدرجه ان هي ممكن في وقت ما توصل لفكره ان هو ده الحجاب اللي مزعلكوا. طب اهو وشفناها كتير قدامنا، الشخص ده مش بيعمل الحاجه على افضل صوره ممكنه. مش معنى كده ان احنا نفضل نضغط عليه لدرجه ان هو يسيب الحاجه اللي بيعملها حتى لو كانت نص صح. هو ممكن يكون مدرك ان هو مش بيعمل الحاجه صح تماما، لكن هو مش طول الوقت ثابت على نقطه معينه، هو مش طول الوقت راسي على ارض صلبه. فلما يلاقي ناس طول الوقت عماله تسيء في حاجه هو بيعملها، هيقرر ان هو يستغنى عن الحاجه دي تماما، بس لمجرد ان هو يريح دماغه. بدل ما نحاول ان احنا نحببه في الحاجه اللي هو عملها، او نقول له والله دي خطوه كويسه جدا اللي انت عاملها دي، لكن حاول تحسنها اكتر، يعني ممكن لو اجتهدت على نفسك شويه الحاجه دي تكون احسن من كده. يعني من قريب جدا شفت موقف كده في فيديو، هي بنت كانت بشعرها وقررت ان هي تتحجب بكامل ارادتها، فالحجاب بتاعها يعني هي لابسه الحجاب بطريقه كويسه وكل حاجه، لكن اللبس ممكن يكون مش متناسق قوي مع الحجاب، لكن هي عملت خطوه. التعليقات بقى بتقول لهم اصلا يعني يا ريت تقولوا لي كلام يثبتني، لان انا لسه مزعزعه، مش ثابته على ارض، انا محتاره ما بين شكلي بشعري الجميل الكيوت اللي بيخليني اعرف البس كل حاجه وسهل جدا وبسيط، وما بين ان انا البس حاجه هبقى ملتزمه بيها، هكون مضطره احيانا ان انا اتعامل احتراما للشيء ده، اتعامل بناء على ان انا قدوه في الشيء ده، مع ان مفيش حد على السوشيال ميديا قدوه كليا، او ما ينفعش ناخد حد قدوه كليا، لان الانسان زي ما بيعمل الصح بيعمل الغلط. كل الناس بقى تريقه 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 وسخريه، فتخيلوا ان دي واحده لسه يا دوب بتخطو اول خطوه في طريق حاجه مستصعباها، شايفاها غريبه عليها. الغلط كان اسهل بكتير، اتشاف كيوت قوي وحلو ولذيذ، تمام؟ فهي لسه على اول خطوه، نشجعها نزقها شويه عشان تعمل تو ستيب، يعني الخطوه الثانيه، تمام؟ لكن هي لما تلاقي من اولها كده الكلام ده، لو هي مش عامله الحاجه دي بكامل ارادتها تماما وثابته قوي 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 بقى، يعني اللي هو الثبات اللي مفيش بعده، بكل بساطه هتتراجع. هل دي حاجه محببه ان الشخص يتراجع عن خطوه صح هو عملها لمجرد بس ان هو مش عاملها صح كليا؟ وبمناسبه الكلام، فبعض الناس ما عندهمش ملكه الرد، او ما بيحبوش يردوا، او مش عارفين يردوا الرد الصح اللي ممكن يريحهم وفي نفس الوقت يكون صح مناسب للموقف، تمام؟ وفي ناس بتكبر دماغها، وفي احوال كتير الناس مش شبه بعض. بعض الناس احيانا بتسالني طب انت ليه ما بترديش على التعليقات؟ يعني انا واحده من الناس بفضل الله طبعا عندي ملكه الرد، اللي هو الرد القاطع والقاتل في نفس الوقت، يعني اللي هو بعده انت مش هتعرف ترد من غير ما اغلط فيه تماما تماما، لكن
هو هيوصل له شعور سلبي. بحاول ما ردش لمجرد اني مش عايزه اوصل الشعور ده لحد، بس بكف اذاي عنهم بمعنى اصح. الا بقى لو الشخص ده خلاص بقى يعني جالي في وقت غلط، اللي هو الوقت اللي هو حضرتك يعني مش ناقصاك من الاخر، او الشخص ده زودها قوي لدرجه ان هو لازم ارد عليك عشان تعرف حدودك، تمام؟ غير كده انا ما بحاولش ارد حرفيا والله. يعني احنا في حياتنا حاجات اهم كتير قوي من اننا نفضل نرد على بعض وننتقد بعض ونتنمر على بعض. نقضيها بقى رياكتنج، انت تقول وانا ارياكت، انا اقول وانت ترياكت، خلاص يعني الحياه فرغت من كل شيء هادف او كل شيء كويس ممكن نعمله، وهنفضل نقضيها رد على بعض واساءه لبعض. طالما الشخص ده انت مش شايفه ان هو حاول تماما عن الصح او عن الحاجه اللي هو من المفترض ان هو يعملها، سيبه يعني سيبه. لو مش هتقوله كلمه طيبه سيبه في حاله، سيبه هو يعني ايه في قوقعته كده بيحاول يتاقلم مع ذاته. مش شرط ان هو طول الوقت يعبر عن اللي في دماغه او يقول لك والله انا نفسي مثلا البس الحجاب ده في احسن حال، بس يعني محتاج بس ايه حبه طاقه كده جوايا، حبه تحفيز كده جوايا، اللحظه او نقطه التحول اللي تخليني اعمل الحاجه دي في احلى صورها او في احسن صورها. هو مش مضطر يقول لك الكلام ده على فكره. وحتى على فكره الشخص نفسه اللي هو بينتقد او اللي هو بيتكلم بيعيب في حاجه معينه، هو نفسه في حاجات معينه بيجاهد نفسه عشان يعملها، وطبعا لان هو مستخبي ورا الحديده اللي في ايده، فهو كده متخيل ان هو خلاص سليم، شخص سليم يعني. فهنبتدي بقى ايه نعلى بالمستوى اللي بعده، ان احنا ننتقد غيرنا، احنا تمام يعني احنا ما فيناش غلطه فهننتقد غيرنا بقى. كلام مش كده يعني، نهدى شويه، لان حرفيا كل انسان عنده الشيء اللي وجعه والشيء اللي تعبه والشيء اللي بيجاهد نفسه عشانه والشيء اللي بيجتهد عشان يوصل له، وحاجات كتير قوي 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 في حياه كل انسان مننا نتفهمها. يعني يكفي خالص تماما الظروف العالميه والظروف المحليه اللي العالم كله بيمر بيها، مش احنا بس يعني، مش احنا كافراد او احنا كدوله او احنا كاي حاجه، يكفي الاجواء اللي حوالينا. فبلاش نكون حمل على بعض، حرفيا كتر الضغط ممكن يخلي الانسان يخرج تماما عن كل حاجه صح هو بيعملها. خليكوا واثقين من النقطه دي. بالنسبه لموضوع الحجاب او اي موضوع تاني مثلا الانسان مش ماشي فيه بالطريقه الصح كليا، ففي هنا عباره انا بحبها جدا، ما لا تدركه كله لا تتركه كله. يعني لو انت مش هتعمل الحاجه دي بالصوره المطلوبه تماما ما تسيبهاش خالص، يعني خليك متعلق بشويه امل لعل وعسى ان انت في لحظه من اللحظات تهتدي لطريقك مره تانية وتعمل الحاجه بافضل طريقه ممكنه. ما تحاولوش تخلوا الناس تسيب الحاجه الصح نسبيا من وجهه نظركم نسبيا اللي هي بتعملها، وتتجه للحاجه الغلط تماما لمجرد بس ان هي حاسه بضغط او ان هي عايزه تريح دماغها من الحاجه اللي وجعلها دماغها، بالرغم ان الحاجه التانية هتوجع لها دماغها اكتر. بس عارف اللي هو ايه، هو في الطبيعي ان الصح بيكون مرهق اكتر. يعني فكروا كده كم مره حاجه انتوا جيتوا تعملوها صح محتاجه مجهود اكبر من الحاجه الغلط. الغلط بيتعمل كده كده خلاص، الغلط اتعمل، لكن الصح بيحتاج تفكير، بيحتاج تحكم في النفس، بيحتاج ان انت تكون يعني ايه ضابط تصرفاتك، انك قادر وهتستحمل اي حاجه ممكن تواجهك في مقابل الحاجه الصح اللي انت بتعملها، تمام؟ فالشخص اللي هو بيحاول يعمل حاجه صح والله هو بيجتهد، هو بيجتهد لعل وعسى ان هو في يوم من الايام يوصل للصح. ومفيش حد هيوصل للصح الكامل، لان الكمال لله وحده. وصلت الرساله؟ لو سمحتوا ما تفضلوش ورا الانسان لحد ما يحود تماما عن طريقه لمجرد بس ان هو حاسس بالضغط. تفهموا، التفهم هو اهم سمه من سمات الشخص الواعي. لما تتفهم اللي قدامك مش هيتبصلك ابدا على انك شخص منافق على فكره، هيتبصلك على انك شخص واعي ومدرك ان اصعب حاجه ممكن تتعمل في الحياه هو الصح، لان هو بيتطلب منك وقت ومجهود وتحكم في النفس وسلسله حاجات ما يعرفهاش الشخص اللي مستسهل الغلط. فحاولوا تدعموا الناس اللي هم بيسعوا للصح بدل ما تحاربوهم وتخلوهم يتجهوا للغلط. يعني كفايه ان هو اصلا عمال يعافر مع نفسه عشان يتمسك بسلسله الصح او بخيط بطرف خيط الصح، كمان هيعافر قصاد حضرتك عشان يتقبل تعليقاتك بقى السلبيه ويتقبل اعجابك او عدم اعجابك بالشيء اللي هو بيعمله او انتقاداتك او يكفي ان هو بيعافر مع نفسه، يكفي ان هو بيحاول يتحكم في نفسه ويضبط نفسه. اعتقد ان احنا المفروض نساعده على كده، مش المفروض ان احنا نزود حمله اكتر. هي دي الرساله اللي كنت حابه اوصلها.